السلام عليكم البنات، نهار جديد، فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما غنطولش عليكم، غنوجد معكم واحد الطاجين ديال الكفته ديال الميرنا، كيجي رائع وسهل التحضير، وكنت بغيت نشاركو معكم. كنتمنى يعني البنات يجربوه، راه كيجي لذيذ. ندوزو المقادير في طريقه التحضير على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها البنات، كي كتشوفوها هي انا عندي حوته كبيره ديال الميرنا ولا الميغلون. غنحلها من داخل، كتخويوها وغنحلها على جوج، وغنحيد لها هاد الجلده، وغناخذ اللحم ديالها فقط باش غنصاوب الكفته. وانتوما معايا دابا البنات، كي كتشوفوا ملي حيدت اللحم من الحوته ديالنا البنات، انا ما كنطحنوش، اذا طحنتوه كيجيكم ناشف. احسن طريقه انكم ملي تقسموها هكا على جوج، غير بالفرشاة كنبقى ندير هكا، كتبقى لكم غير الجلده صافي، وكنخليها بحال هكا باش يجيكم فيها طريف هذا الشعر، ما مطحوناش في الماكينه. صافي غناخذوا الاناء، كي كتشوفوا درنا هنايا المقادير. هنا عندي جوج ريوسه كبار ديال الثومه، غندير غير نص الكميه ولا النص الكبير، وهذا غنخليه نديرو في لاصوص، وندير شويه كزبر والعدس. عندي هنايا جوج معالق ديال الرز مسلوقين، ما مسلوقينش بزاف، جوج معالق ملحة، شوية سكنجبير، شوية البزار، طريقة جد سهلة، تقدروا تستعملوه في رمضان في الفطور، كيجي رائع البنات. تبعوا معايا هاد الخطوات وغيجيكم زوين وما ينشفش. شوية الخرقوم، اللي مبغاش يدير الخرقوم ما يديروش، حنا المغاربة عزيز علينا الخرقوم، هذا خرقوم بلدي ماشي ملون. وشوية القزبر يابس، غنحاول نخلطو العناصر تدخل لينا العطريه مع السلطه ديالنا ونطلقها. صافي دابا ملي خلطت العناصر اللي عندي، غنشكلو كويرات، كل واحد والحجم اللي بغا. انا غندير هذا الحجم، البنات اللي ما بغاش يدير فيهم الرز ما يديروش، انا كنديرو حيت ملي كنديرو كنحس بحال الصوص كيدخل ليا ليهم من الداخل، كيزيدو يتنسمو مزيان بالصوص. الا ما حتو شوفوها نتوما راه طريفات، كيبقاو بحال هكا. الا طحنتوها غتجيكم الكفته ديالكم ناشفه. المهم هادو نصائح كنقولها لكم، نتمنى تستافدو منها. دابا غندوزو لاصوص اللي غتطيب لينا فيه هذيك الكفته. بغيتو تستعملوا طاجين، انا غندير غير هذه المقله. بغيتو تستعملوا الطاجين ديروا الطاجين اللي عجبكم البنات. اول حاجه عندي جوج مطيشات هنا محكوكين باش نختصر الوقت، راني حكيتهم هنايا. غنزيد عليهم معلقه ديال مركز الطماطم، حيت مركز الطماطم كيختر لينا لاصوص مليحه. سكنجبير، البزار
ولا الفلفل الاسود شيشه وشويه الفلفل الاحمر ولا التحميره. اصلا مع مركز الطماطم تيخلي الصوص احمر واخا ما تستعملوهاش. بغيت نمشيو نستغناو عليها شويه القزبر يابس ثومه غندير ورق سيدنا موسى دابا غنحركوا هاد الصوص مع صوص طوماط باش تندم زينه باش ملي نحطوا هذا ديالنا الفلفله والخيزو ما تبقاوش زعما تبقاوش ترونوا هكا تحركوا غادي كلشي ترول لكم غير لا صوص طوماط خلص خلط ليا مع مزيشه. والله ما عنديش الوقت وقلت ضروري هاد الوصفه ما غاديش شاركتها معكم شاركها مع البنات علاش لا. البنات اللي بغا يشو ديروا غير الصوص طوماط وتحطوا عليها الكرات ديال الكفته ديروهم ما كاين حتى شي مشكل. هاد الجزر اختياري. ودابا نستف الفلفله هادشي اللي غندير انا غير الفلفله وهاد شويه الخيزو. انا كنبغي الحار غندير بالنسبه للخيزو البنات ولا الجزر راني درت ليه نص طلقه اون سي جامي ما يكونش كيطيب بعدا نكون تهنيت منه. صافي غندير نزيد عليه الزيت وغندير لاصوص يطيب ونتلاقاو البنات. كي كتشوفوا دابا ملي طابت لينا لاصوص هذا هو السر في هاد الطاجين ولا هاد الاكله. خاص لاصوص يطيب حين تعرف حلاش حين الحوت دغيا كيطيب كتعرفوا الميرنا ما تاخذش وقت كبير. صافي وغادي نبداو نهبطوا هاد الكرات ديالنا. انا غادي نكملهم ونتلاقاو. دابا ملي كملت الكرات ديالي غنزيد عليه الكروبيت وهذا اختياري البنات ماشي ضروري. وغنزيد الحامض الزيتون. الى لاحظتوا في لاصوص ما درتش قبيله الربيع ودابا غادي نديرو باش يعطي واحد يبقى شاد في يبقى فيه المذاق ديالو. الطاجين كيجي رائع كنتمنى البنات تجربوه وملي وجد انا معاكم. ايوا البنات كما كتلاحظوا الطاجين ديالي وجد بقى لي دابا صافي غادي نطفي عليه نشوفوا النتيجه النهائيه. كنتمنى تجربوه راه كيجي رائع البنات. انا نقول القيله ديالي وجدات ثم
الا بغيتو ديروه في الطاجين ديروه، بغيتو ديروه في المقله ديروه، نتوما لكم اختيار، اللي عجبكم ديروه، اللي متوفر ديروه. و الطاجين ما نعاودش لكم، رائع رائع. والصحه والراحه. وني وصلنا البنات نهايه الفيديو، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في الفيديو الجاي.